لو هي امه واخته جم في الاول في الزياره يشوفوني ويعرضوا عليا ابنهم العريس ومواصفاته وهكذا، وسالوا اسئله كتيره قوي يا دكتوره هاله، انا جاوب على ايه وما جاوبش على ايه وايه اللي كده، انا حسيت ان هم بيستجوبوني قاعدين في قاعده كده مش اسئله عاديه. بصي يا بنتي الحلال وركزوا معايا يا بنات في النقطه ديت عشان كتير بيقع فيها الجبل اللي هقولها دي، ركزوا فيها. العريس الشاب في البدايه قبل ما بيدخل البيت اما يكون متردد او واحد مقدم مبادر بقى على طول كده، فهتلاقيه بصي المتردد ده عامل مصدر امه مصدر اخته مصدر اي حد، هم اللي بيسالوا بداله بيتصلوا بداله بيحاول يعرفك انت وداخلياتك من خلالهم هم، مش هو منه لنفسه. وانا في شعر فاصله صراحه انتبه للي هقول، في فرق بين انه بيرسلهم ويقول لهم يعني ايه اللي شافوه هكذا في الزياره الاولى، شكلك طولك عرضك شعرك الحاجات العاديه المتعارف عليها، وده يجوز عادي طالما دخل البيت. في فرق تاني بقى بين التاني اللي بيساله اهم من الاسئله اللي هو المفروض يسالها هو، وهو المفروض يسمعها منك له مباشره لان دي امر خاص بيكي، فردك عليهم بكل ادب ولباقه وذوق واحترام لانك محترمه، ودي حاجات المفروض الحاجات دي المفروض مش لما يجي العريس. طب بس لما يجي البيت ان شاء الله نبقى نرد الكلام ده، خلونا احنا بس وتقولي كده ان شاء الله ابقى ارد لما يجي العريس، لكن خليني انا وانتم مع بعض ايه والكلام في العموم خليكي واضحه ما فيهاش حرج الكلام ده. ليه؟ لان ردك لما يكون منه له مباشره بيختلف من نقل بقى من طرف لطرف بقى، خصوصا دي اسئله خاصه، هيكون افضل واحسن لو هو سمعها منك وانت شفتي رد فعله وهو شاف رد فعلك على الارض.